السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ادنس بتسطب جوه الريفت، والادنس دي جميلة وان شاء الله مع الوقت تبقى افضل، اسمها الكونكريت. دي عبارة عن ايه؟ فيها شوية مزايا جميلة، اللي هو عبارة عن ايه؟ لو انت عندك ملف اوتوكاد تقدر تدخله على الاداة ديت ويبدأ ان هو يحول لك الاوتوكاد لريفت. اول حاجة بتعملها ان انت بتنظف الملف الدي دبليو جي. ساعات ملف الدي دبليو جي بيبقى فيه حاجات طايرة، في حاجات محطوطة على اللاير غلط، في حاجات فيها مشاكل، فلما تدخل تبقى فيها مشكلة، ممكن نقطة واحدة تبوظ لك اللوحة، ممكن تكون في نقطة بعيدة جدا عن اللوحة، فعشان الريفت يحسبها بيعمل لخبطة ويقول لك لا أنا مش قادر. تيجي تعمل زوم تلاقي اللوحة مش موجودة، أتاري في نقطة فهو عمل زوم في النص فده عمل مشاكل، فدي هتنضفها لك. واحنا بنعمل برمجة في كلمة باج يقول لك باج، إن في مشكلة، دي باج يعني حلينا مشكلة. كان في مكنة تصوير وكانت حاجة غالية جدا زمان، حاجة اسطورة كده، كأنك انت جاي تطبع ثلاثية الابعاد بتطبع مباني، حاجة رهيبة. فالمهم اتعطلت واتصلوا بالشركة اللي عاملاها وجت ومعرفوش حلوا، وبعد كده سكرتيرة معدية فلقت زي ناموسة، شالت الناموسة ديت فالمكنة اشتغلت. تمام، ليها قصص كتيرة قوي مع موضوع الديباج ده. المهم ممكن تقول مثلا عايز اعمل جيد، فيروح مديك التولز تعمل جيد. عايز اعمل ليفل، في مثلا الكاد لينك، انت ممكن تكون عندك لينكات كتيره ومطلوب منك تتعلم على واحد واحد تقول له ريلود ريلود، هو هنا على طول بيعمل لك ريلود لكلهم او ريباص. ريباص دي كانت مهمه جدا، ليه؟ عباره عن ايه؟ انت عندك في مجلد معين، ده رقم تليفون حد هيتصل بالمبرمج من مصر، عندك انت مسار معين، كانت الملفات الاوتوكاد محطوطه في مسار، وبعد كده هتعمل جهاز تاني في البيت في اي مكان، فالمسار مش موجود، فالمفروض بتعلم على واحده وتقول له ايه انا عايز المسار الجديد وهكذا في قائمه السيرت. بعد هنا لا، بتروح مديله المجلد الجديد والمجلد القديم ويبدا ان هو يشتغل معاه. طيب هنا مثلا الوول، بتبدا تديله الوول وهو بيبدا يدرس الوول، حتى لو محطوط على اللاير مش مظبوطه او كده هو بيحاول ان هو يظبطها، يعني محطوط ان لو في مشكله يبدا ان هو يحلها. وكذلك مثلا لو عندنا كولوم، عندنا بيم، سلاب، الحاجات دي كلها، فدي ادوات بتوفر عليك وقت كتير قوي. ممكن يكون عندك ملف كتير، ما تدخل ملف الاوتوكاد وتستخدم الاداه ديت، تبدا ان هو يعمل العناصر الاساسيه، يعمل لك الجريد، البايس، الفاونديشن، يوفر عليك وقت. تمام، انا للاسف الحاجات مش شغاله عندي، اعتقد الفتره السماح عدت عشان كده مش شغاله او ليا فتره معينه. تمام، طيب هحاول ان انا اعمل فعال ونبدا نشتغل فيها ان شاء الله مع بعض. انا مش فاكر الكود. المهم دي الفكره من البرنامج. انا عجبني التفكير نفسه، ان احنا عندنا مشاكل فازاي نحل المشاكل ديت ونبدا نعمل تولز. شفت ناس كتير عامله تولز كتيره على المقدر بتاع ريفت، في تولز كتيره ملهاش لازمه، يعني عامل تولز بتقلك الجهاز وخلاص، انما دي لا، ما شاء الله منظمه وخطوه خطوه كده تبدا انها تسهل لك الشغل. ريموف اول لو عندك كات كتيره تبدا ان انت تشيلهم كلهم مره واحده بحيث يخفف لك الجهاز. فان شاء الله منتظرين افضل باذن الله. هفعلها ان شاء الله ونحاول نعمل فيديو شرح للاداه.